مرحبا بكم في 75 دقيقة على الوطنية الأولى، المصدر الأول والحقيقي للمعلومة. اليوم الاثنين 5 مارس 2018 ومواضيعنا تلقاهم في السمار. محمد الخرشوفي رجل الكهف، عمره 50 سنة ويوزن أقل من 14 كيلو، 15 سنة يعيش في كهف ويتغذى مع الدجاج على الديدان. موضوعنا الثاني باش يكون حول هيئة الحقيقة والكرامة، هل هذه الهيئة المفروض تعلم المجلس بقرار تمديد أم تطلب منه ذلك؟ جدل واسع حول هذا القانون. وبعد شوية باش يكونوا ضيوفنا زهير المغزاوي أمين عام حركة الشعب وزهير مخلوف عضو سابق لهيئة الحقيقة والكرامة. هل يعود الفوسفات للإنتاج بعد قرارات المجلس الوزاري؟ ومن قرر التعيينات الأخيرة بالداخلية؟ وهل هناك خلافات بين القصبة والداخلية؟ أيضا من مواضيعنا اليوم في 75 دقيقة، إلى جانب بالطبيعة الاستراتيجية العامة حول تثمين الثروة المائية. بعد شوية السيد هشام بسالم مدير عام البحث العلمي بوزارة الفلاحة باش يكون حاضر معنا، إلى جانب بالطبيعة فقراتنا. أهلا وسهلا بك غازي الدويري، مرحبا بك صفية جمازي، أهلا وسهلا بك حافظ الغريبي، مرحبا بكم جميعا في هذه الحلقة الأولى، بداية أسبوع إن شاء الله تكون موفقة للجميع. بعد شوية باش نحكيو أيضا على الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، 106 قائمة تم رفضها و2068 قائمة تم قبولها بالطبيعة، في اتصال مباشر مع أنيس الجربوعي إذا كان حاضر السيد أنيس الجربوعي عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، قولوا لي إذا كان حاضر السيد أنيس الجربوعي وإلا لا. طيب خلينا نمشيو معنا الخبر وتعليق ونبداو بالخبر نتاعنا الاول اللي هو العثور على كاهل تونسي اصيل الابيار وادي الخيل معتمديه بني خداش من ولايه مدنين. السيد هذايا طلع يعيش في مغاره باحد جبال الرابطه بين تطاوين ومدنين تقريبا منذ 15 سنه، عمره 50 سنه ويوزن اقل من 14 كيلو، يتغذى مع الدجاج وياكل في الديدان. نمشيو الخبر وتعليق. طيب السيد هذا للتصحيح يوزن 16 كيلو و200 غرام، تم نقله نهار السبت 9 متاع الصباح للمعهد التغذيه وهناك فريق طبي كامل يعتني به. بالطبيعه 75 دقيقه كانت مواكبه للحدث من خلال زميلنا ورئيس التحرير طارق الخضراوي، تواجد على عين المكان وقام بتقرير مفصل مع الفريق الطبي في متابعه لحاله هذا الرجل محمد بن عمر الخرشوفي. نشوفوا شنو هي الحكايه لانه هناك تضارب على مستوى القصه، نمشيو لهذا الروبورتاج نشوفوا شنو هي الحكايه ونعود للتعليق. مرحبا بكم، اليوم نحكيو على حكاية مواطن عنده 15 سنة يعيش في مغارة في الجبل. الحكاية هذه حكاية سي محمد بن مبروك الخرشوفي، مواطن أصيل منطقة بني خداش من ولاية مدنين. احنا لهنا في المعهد الوطني للتغذية حضرنا لهنا بعد ما جاء سي محمد، جابوه نهار السبت وهو يوزن 16 كيلو و200 غرام بالضبط. جينا لهنا حبينا نستفسروا أكثر على وضعية سي محمد، نفهموا كيفاش وصل الحالة هذه. معانا في الإطار هذا رئيسة القسم الاستشفائي لهنا في المعهد الوطني للتغذية دكتورة بن مامي، باش تحكي لنا أكثر على وضعية سي محمد بن مبروك الخرشوفي. مرحبا بك دكتورة. عسلامة. احنا سي محمد جيبوه لنا نهار السبت بطلب من وزارة الصحة وزير الصحة العمومية متاعنا، قبلناه في المعهد، قمنا له بالتحاليل الأولية، شفناه عدينا عليه وتوا حالته مرضية. اليوم تحكينا أكثر على الوضعية، كيفاش يتفاعل مع العباد، ياكل ما ياكلش، احكينا أكثر على وضعية سي محمد اليوم الصحية. كما قلت لك حالته مستقرة، نوكلوا فيه بشوي بشوي. تعرف إنسان قعد مدة ما يأكلش بالقدا، حتى معناتها التغذية متاعه تكون بطريقة معناتها تدريجية، ما نجموش نوكلوه معناتها كمية كبيرة، نوكلوا فيه قد المستطاع وقد ما حالته الصحية تسمح له باش ياكل. على ما يبدو أنه طول المدة أنه بقى 15 سنة تمكن من التأقلم بالحياة هذه، تمكن أنه يعيش مع الدجاج وغيره، تمكن أنه النظام الغذائي كان مختلف على المواطن العادي. احنا نجم نقول لك اللي احنا توا حاليا اعطيناه نظام غذائي متوازن، يوالم حالته الصحيه، حالته مستقره، تحليله معناتها مرضي، وان شاء الله يتحسن شوي بشويه. ونجم نقول لكم اللي هو معناتها ما رينا منه حتى شيء خايب، بالعكس رايض على روحه. نحاولوا باش نحسنوه، بقدر ربي يتحسن.
شكرا ليك دكتورة بن مامي. إذن هذه الوضعية الصحية، نحكيه على كذلك على الوضعية الاجتماعية. ومعتمد بن خداش يقول أنه المواطن عنده المساعدات الاجتماعية اللي يستحقها، أنه يتلقى المساعدة الاجتماعية، وأنه أخته هي اللي كان من المفروض أنه ترعاه. لكن السؤال اليوم يبدو أنه الأكثر من المساعدة الاجتماعية لابد من المراقبة والمتابعة للحالات هذه. شكرا لك طارق الخضراوي. سمعت أنا زادة في الصباح السيد مدير عام معهد التغذية سي نور الدين بن نصر يقول أنه عنده مشكلتين كهو. المشكلة الأولى اللي هو ظهر سوء التغذية متاعه هي اللي أدت إلى الحالة اللي هو فيها توا. المشكلة الثانية أنه هو تعود على مدى أكثر من 15 سنة تعود باللي معقف الظهر متاعه ومطوي الركبة متاعه باعتبار اللي هو عاش في كهف. دونك باش يحاولوا معاه انه يرجع طبيعي، وبالطبيعه عنده صعوبه كبيره على مستوى النطق، معناه ينطق كلمه ولا كلمتين. نحب تعليقك حافظ على الحاله هذه. هو السبب اللي فيها الرئيسي اعتقادي هو لانه الرجل هذا يعاني من مرض عصبي او نفسي الله اعلم، لكن في كلتا الحالتين هو اللي كان السبب الرئيسي فيش خليه ينعزل بك الحاله هذيك فك الشكل هذاك ويدخل ويقبل انه يعيش في مغاره، لانه كان جاء انسان عادي وسوي ما ينجمش يقبل يعيش في الوضعيه هذيك ولا يداوم في الفتره هذيك الكل. هو معناها الاشكال كما اعترفت اخته تقول اللي هو عنده اضطرابات عقليه فهمتي، ما نجموش نقولوا نفسيه بالاساس او عصبيه، معناها هذا الابحاث من بعدين اللي باش تم عليه هو على مستوى الطبي هي اللي باش تاكد شنو الوضعيه، لكن عموما نقولوا اللي هو فك الوضعيه هذاك خلاته يقبل انه يعيش فك الظرف هذاك، لانه في الواقع الناس هذوما المرضى منعزلين على الـ على الـ على محيطهم تماما، وحتى التفكير ما يفكروش بالطريقه العاديه ولا باش يكون عندهم درجه احساس ولا وعي ولا ادراك ان صح التعبير لمحيطهم ولحالته كما يلزم، وبالتالي معناها يعيش فك الوضعيه هذيك وكانه معناها معناها في شكل بدائي ما تم على الكلمه، معناها ما يفرقش برشا بينه وبين الحيوان سامحوني في الكلمه، لكن الله غالب لانه مساله مقبول بصرف النظر على حالته الصحيه، معناها ولو انه راهو سامحني معناها الفريق الطبي يؤكد معناها سلامه الحاله الصحيه نتاعه وعاديه وطبيعيه جدا، الحاله البيولوجيه نتاعه طبيعيه، الحاله البيولوجيه طبيعيه هذا حسب التحاليل اللي قالوها توا حاله طبيعيه. لكن نحب نفهمك حاجه، كي يبدا انسان ماهوش في وعيه معناها ما ينجمش يميز انه يعيش في بقعه نظيفه ولا في بقعه مسخه، انه يعيش في مغاره ولا يعيش في بيت نوم، انه يكون معناها موسخ ولا يوسخ في روحه فهمتي ولا لا، هذا الكل ما ينجمش يميز به. لكن اللوم الاساسي هو على العائله وعلى المحيط الاجتماعي الداير به اللي هما خلاوه يوصل في الوضعيه هذيك. هل هو الفقر؟ هل هي الحاجه؟ هل هو طبيعه الناس اللي يعيشوا؟ واحنا شفنا العديد من الحالات، مش هذه الحاله الوحيده، شفنا العديد من الحالات من اصابات معناها بالامراض النفسيه وامراض عصبيه، نلقاو ما ندخلوا لهم نلقاو بنساء ونلقاو كذا مسلسلين بسلسله ومسكرين عليهم في قفص ومسكرين عليهم في واحد، لانه بالنسبه لهم هما في مخاخهم ربما يكونوا ناس هذوما مصدر خطر، وبالتالي معناه يخليهم بالطريقه هذيك ولا نجموا يهربوا ولا نجموا كذا. تفكير بسيط على مستوى العائله والمحيط الاجتماعي ونقولوها بكل صراحه. زاد فهمتي المرجدات الاجتماعيات المرجدات الاجتماعيات وكذا زاد كيف راهم مطالبين باش يقوموا بدورهم في الامور هذه. العمد والناس اللي يمثلوا الدوله في المنطقه هذيك زاد كيف مطالبين باش يبلغوا. لكن اعتقادي انه الناس الكل يروها كان حاجه عاديه في المحيط، الا صدفه جات هذا السيد من الجمعيه سمع باش دخل. ما عندك حتى تفسير اخر شكل الوضعيه هذه، انه يكون 15 سنه عايش في الحاله هذيك الا انه يروها ناس عاديه حاجه عاديه جدا فهمتي، وهذا شيء يؤسف له. في عام 2018 معناها اشياء كما هذه نشوفوها فهمت. مرحبا بك سي هشام سالم مدير عام مؤسسة البحث العلمي والتعليم العالي الفلاحي وأيضا منسق عام مشروع تثمين نتائج البحث الميداني الفلاحي، أهلا وسهلا بك. شكرا. عايشك. فقط باللي في نفس الإطار قلت لك معتمد بن خداش منير الكريفي من ولاية منين يقول أن السلطات الجهوية على علم بوضعية هذا المواطن وهو يتمتع بكل الإعانات الاجتماعية، لكن شقيقته تتعمد وضعه في الحوش الحفري الموجود بطبيعة من قرب المنزل وتهمله ولا تقوم برعايته. خلينا نسأل سؤال، نفترض شقيقته مهملته، هل
لا جناح عليهم لا مسؤولية عليهم السلطات الجهوية. هو الساعة كلمة الحوش الحفري معناها يؤكد على أنه معناها هو كأنه مسكن، لكن المساكن في الجنوب ما تعرف تختلف، معناها كلمة الحوش الحفري ربما بل كانوا يسكنوا في الحوايج القديمة، ولكن بعد يخرجوا من دارة أكوتي ويبدأ يتوسع فيها ويراوها اللي هو كأنه مسكن. اثنين أنه رئيس أنه معتمد المنطقة يقول أنه قاعدين يتمتعوا بإعانات اجتماعية، إن درا موجه للعائلة تاخذ فيها أخته. أخته لا لا، وإلا موجه للشخص على أساس أخته لا هي به. لا لا، السؤال يطرح نفسه، درا موجه للعائلة ولا موجه للشخص؟ إذا موجه للشخص منطق الأشياء أنه كل من يسدد إعانة لازم يتفقد الأموال نتاعها وين تصرف. هذا سؤال نجموا نطرحوه، كان موجه للعائلة، وضع أخرى كان موجه للشخص وهم يعرفوه وعندهم فكرة كما قال هو على عائلته على وضعيته وعلى كذا. مبدأ الأشياء ومنطق الأشياء أنه مدام هم يعطيوا الفلوس، مدام هم يطالبوا في المقابل بتاع الفلوس هذيك، أن وفروا له حددنا مطلوب من كرامة العيش. واضح. مرة أخرى مرحبا بك سي هشام بن سالم، نحكيه على برنامج مهم جدا اللي هو برنامج النهوض بالسياسات العامة لتصرف الموارد المائية للتنمية الحضرية والفلاحية في إطار تثمين البحوث في المجال المائي. الساعة نحب للناس اللي تسمع فينا واللي تتابع فينا، شنو بالضبط البرنامج هذا وعلاش اخترتوا باش تعملوا بحوث دي ريشيرش في المجال المائي سي هشام؟ شكرا سي شاكر. قبل كل شيء نحب نشكر معناها القناة الوطنية الأولى على الاستضافة في برنامجك، وشكرا لدعوة نقول احنا البحث العلمي الفلاحي للبرنامج هذا بعجالة. معناها انتم مساعد البحث العلمي الفلاحي تابع وزارة الفلاحة مش وزارة التعليم العالي؟ لا سامحني، معناها نعرف معناها مؤسسة البحث والتعليم العالي الفلاحي هي مؤسسة تسر على الإشراف والتنسيق 23 مؤسسة بحث علمي فلاحي، فما 12 مؤسسة بحث فلاحي و11 مؤسسة تعليم عالي. التنسيق الإداري ولا الإشراف الإداري والمالي تحت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، لكن الإشراف الأكاديمي معناه التعليم العالي والبحث العلمي الفلاحي تحت الإشراف المزدوج بين وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي. المنظومة نتاعنا فيها تقريب في حدود 50 هيكل بحث، فما 38 مخبر بحث وتقريب 13 وحدة بحث. نجي تو للقطاع نتاع الماء وما أدراك ما الماء. دونك ما يخفاكمش كونوا تونس معناها مصنفة لسوء الحظ، معناها من الدول الفقيرة معناها بالماء. علاش؟ هو الحد لتصنيف الدول حسب الفقر نتاع الماء اللي عنده أقل من 1000 غادي نشوفوا في بعض ألف متر مكعب، وكل واحنا للمواطن متاح معناها للمواطن في السنة 1000 متر مكعب، اللي عنده أقل من 1000 تعتبر الدولة هذيك راهو عندها مشكلة متاع فقر في الماء. احنا في تونس لسوء الحظ في توا حاليا في 467 متر مكعب متاح من المياه للمواطن في السنة، كي ناخذ مثلا الأردن 200، الجزائر تفوتنا تقريبا 10 متر مكعب، المغرب 970، نمشي لإيطاليا تقريبا في حدود 3000 وفرنسا في حدود 3000. هذايا المعطى الأول، ونزيدها التغيرات المناخية، ففما توقعات كون الكمية هذه بتزيد وكل واحنا باش تنقص. التغيرات المناخية معناها معروف المؤشرات نتاعها، أو الحاجة التذبذب في معناها الأمطار في سقوط الأمطار، مش الكمية بركة ما أكل التواتر، فما إشكالية نتاع التواتر. اثنين بالنسبة لنا ارتفاع في درجات الحرارة، وثالثا هو كثافة ثاني أكسيد الكربون معناها في الجو. على كل دونك احنا التحدي اللي عندنا توا في تونس ولا في بلدان شمال افريقيا بصفة عامة هو تنتج أكثر لكن تستعمل أقل ماء. فهمتني؟ هو تحدي كبير معناها أنك تنتج أكثر وترشد الاستهلاك، الطلب على المنتوج معناها ماشي ويتزايد، وتوا دخلت الجودة ولا المواطن يبحث عن الجودة نتاع المنتوج، الحم ولا حليب ولا حتى خضروات ولا هو، لكن في ظل هالكميات اللي نقولوا احنا الضعيفه من الامطار المتاحه للفلاحه ولا حتى للاستهلاك. احنا تقريبا حسب الارقام الامطار اللي تتساقط في تونس في المعدل نتاعها تقريبا ما يعادل 36 مليون مليار متر مكعب في السنه. فما تقريبا 55% يمشيوا منهم مياه السيلان والتبخر. المياه اللي قابله للاستغلال هي 13% برك، فما 17% ماشيه للفلاحه المطريه والبقيه ماشيه نقولوا احنا في الغابات والمراعي.
معناها تشوفوا حتى النسبه نتاع اللي ماشيه، معناها الكميه اللي يمكن استغلالها اقل، معناها تعتبر ضعيف. ضعيف. فهذا معناها تحدي كبير، واحنا الحقيقه كبحث وتعرف دور البحث هو طرف من اطراف التنميه. فهمتني؟ فالبحث اشتغل معناها كثير على خاصه على المياه وحتى على الميادين الاخرى، وفما العديد من النتائج والتكنولوجيات معناها اللي الحقيقه مشجعه. لكن الاشكال وكل واحنا في تونس كعديد الدول الناميه. انتاج البحث ولا الانتاج المعرفي يفوق بكثره نسبه الاستهلاك المعرفي. ايش معناها؟ صحيح. معناها تو تمشي كل واحنا نتائج البحث والتكنولوجيات فما برشا. لكن المشكله في التمرير نتاعها وتطبيقها. الخيارات نتاع التنميه هي معروفه، معناها فما خيارات تقنيه. هذه تنجم تقول اسهل حاجه، فما خيارات اقتصاديه، فما خيارات مؤسساتيه. هذه هامه جدا في الفلاحه في تونس متعارف عن تقريبا 80 الى 85%. باش نوصلوا للناس يفهمونها سي هشام، تو مثلا في اطار نتائج البحث نتاعكم لتثمين الثروه المائيه، هل المشاريع نتاع تحليه مياه البحر ومشاريع نتاع مياه المعالجه داخله في اطار نتائج البحث نتاعكم انتم، انه ما عندناش حل كان هذوما زوز مثلا؟ لا مش كان هذوما زوز. اول حاجه هو الترشيد الاستهلاك، هذه اول حاجه. اي والاشكال اللي قاعدين نخدموا عليه هو ترشيد التصرف في الماء، ماء الري على مستوى المستغله الفلاحيه، نبداو حتى من الفلاح نقول واحد. فهمتني؟ فما تقنيات ينجم اقل كميه نتاع ماء وينتج مخير، فهمتني، من الكميه اللي ينتج فيها هو. واضح. ولا يستهلكه. فما تقنيات لترشيد ولا للضغط على الاستهلاك مياه الري. تعرف انت في المياه الري تقريبا نستغلوا في 77% من كميات الامطار الموجوده ماشيه معنا الى جانب هذول زاد 14000 بئر معناها كفوضويه محفوره. يعطيك الصحه. فاول حاجه هو نبداو من المستغله الفلاحيه. فهمتني؟ الترشيد والاحاطه الفنيه للفلاح، معناها فما طرق نقولوا احنا حديثه باش يستعمل اقل ماء. بالطبيعه وقت اللي نحكيو على ملوحه المياه، ملوحه المياه تتجه خاصه نقول احنا للاستهلاك، معناها نقول احنا المواطن، معناش خاطر راهو تحليه مياه البحر ولا التحليه بصفه المياه المالحه راهي مكلفه جدا في الوقت الحاضر. علاش مكلفه جدا؟ خاصه فما الطاقه، معناها نسبه المصاريف للطاقه. توا في البحث قاعدين نشتغلوا على الطاقات المتجدده، وفما نقول احنا امكانيه للحد ولا لتخفيض كلفه التحليه. على كل هي مازالت في الوقت الحاضر على مستوى البحث، لكن فما ان شاء الله نتائج نقول احنا واعد. اثنين، المعطى الاخر، حتى المياه المالحه فما نقول احنا اصناف يمكن استنباط اصناف من الاعلاف ولا اصناف من نباتات اخرى اللي تتاقلم مع نسبه ملوحه مرتفعه. كي تاخذ مثلا في الجنوب نسبه الملوحه تتراوح بين 6 و11 غرام في اللتر. فهمتني؟ فما نباتات معناها تم استنباطها من البحث تمشي مع كل واحد. معناها الحلول هذيك نتاع التحليه نتاع المياه والواحد المكلفه نخليوها هذيك في اللتر. دونك احنا تو هوني السؤال، الى اي مدى نتائج البحوث العلميه ممكن تطبيقها هوني في تونس او على ارض الواقع؟ باهي يعطيك صح. شوف هو ما نقولش الاشكال معناها التمشي كما ذكرت مقبل البحث وكل واحنا يخدم وحده يعطي نتائج البحث، نتائج البحث تمشي للفني، الفني يهزها للمرشد والمرشد يهزها للفلاح. ما توصل للفلاح كان ما نقول واحنا معناها النجاعة نتاعها ولا التفاهم نتاع النجاعة نتاعها يكون ضئيل. احنا شكنا في المقاربة تو التشاركية بدلنا حتى في استراتيجية نتاع البحث نتاعنا نخدموا بالمقاربة التشاركية. شنو معناها؟ كل الأطراف المعنية تخدم مع بعض، تبدأ من ضبط حاجيات البحث، حاجيات البحث ناخذوها من اشكاليات البحث، من الاشكاليات على مستوى المستغله الفلاح ولا نعش ولا مجامع التنميه ولا هو للمهنه بصفه عامه، يقولوا هاي المشاكل اللي قاعدين نتعرضوا لها. من بعد احنا المشاكل هذيك يصير التصفيه نتاعها نشوف انه اللي يهم البحث الفلاحي، فما مشاكل مثلا خاطر تهم وزارات اخرى ولا ميادين اخرى. البحث الحاجيات الفلاحه ولا البحث هذوكم يصير بعد بلورتهم في مشاريع بحث، والمشاريع البحث فما توجهات البحث، وتوجهات البحث إذا ما تصب في تحديات البلاد. هذا هي التمشي. على كل احنا في المشروع اللي ذكرته معنا سيادتك هو مشروع نقول احنا ممول من الاتحاد الاوروبي، فيه هو اللي دعم
السياسات العموميه في التصرف في المياه. فيه تقريب 6 مشاريع، احنا البحث عندنا مشروع هو تثمين نتائج البحث في ميدان التصرف والاقتصاد في الماء. المشروع هذا اهم عنصر فيه هو كونه لموا الاطراف المتدخله كل تخدم مع بعضها. فهمتني؟ خاطر النتائج موجوده، معناها احنا ماناش قاعدين نعملوا في البحوث في النتائج هذايا، راهي النتائج العديد من النتائج في الميادين الكل. لكن كيفاش نخدموا مع بعضنا؟ هذاك هو اللي قاعدين نشتغلوا عليه كاطراف الكل. كي نقول متدخلين، فما المهنه، فما التنميه، وفما البحث، فهمتني؟ وكذلك الفلاح يبدا داخل ونقول احنا في الفريق هذا. هذه اهم معطى. المعطى الثانيه في الخيارات، فما خيارات للتنميه تعرف التقنيه، فما خيارات مؤسساتيه، خيارات اقتصاديه، اجتماعيه، تشريعيه طبيعي. الى غير ذلك وسياسي. احنا من خلال المشروع هذا تقريب الكلفه نتاعو ماهيش نقولوا احنا حاجه كبيره ياسر، تقريب في حدود 1 مليون نقولوا احنا اورو. فمن الدولة التونسية تساهم تقريبا بحدود 15% و 85% من الاتحاد الأوروبي. على كل احنا في المشروع هذا فيه 3 مكونات. كلها تهدف إلى تعريف بالأساليب للحد من استغلال ولا استعمال المياه في الفلاح. أول حاجة هي الزراعة الحافظة. الزراعة الحافظة بعجالة معناها نلخصها، معناها تزرع من غير ما تحرث. من غير حرث. من غير حرث، من غير حراث. ترتكز معناها مش تقعد ما تحرثش على طول، لكن تقريبا بعد 10 سنوات يصير نقولوا احنا الحراث. الهدف من الفلاحة الزراعة الحافظة هذه بدون حرث، فما الغطاء النباتي، المخلفات نتاع الزراعه هذيك لازم نخليوها نسبه معينه نخليوها في الارض، خاطر ما يخفاكمش احنا حتى الخصوبه نتاع الارض نتاعنا. فقط تعطينا الخطوط عريضه التفصيل تو مره اخرى لان الوقت ما عادش يسمح. فما الفلاحه الزراعه الحافظه، فما الحاجه الثانيه هي تنميه قطاع الاعلاف وانتاج الحبوب في الجنوب الشرقي عبر الفلاحه البيو مالحه كما ذكرت بكري، وفما في الاخر معناها دعم الفلاحة المطرية وذلك باستغلال المنشآت للمحافظة على التربة والمياه، فيها البحيرات الجبلية وفيها الأحواض وإلى غير ذلك. هذا بعجالة معناها الأهداف نتاع المشروع هذا. واضح، إن شاء الله في حلقة أخرى بأكثر التفصيل مع خبراء هوني يكونوا حاضرين معنا باش نوصلوا المعلومة بأكثر التبسيط للناس. فقط حبينا نعطيو فكرة عامة على المشروع وعلى أهميته. شكرا لك سي هشام بن سالم، ونتقابلوا في حلقه اخرى ان شاء الله. ان شاء الله. نمشيو لفقراتنا كيف ما العاده، نبداو معك انت صفاء ونمشيو لزابيك.